السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي دفعة 40. اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. باذن الله في الفيديو بتاعنا النهاردة هنستكمل موضوعات مديول الاندوكراين، وتحديدا مع موضوع الهايبر ثايرويديزم. يلا بينا نصلي على اشرف الخلق اجمعين، بسم الله الرحمن الرحيم. هايبر ثايرويديزم، في البداية عندنا مقدمة لابد منها. المقدمة دي في الكتاب بيشرح لك الفرق بين مصطلحين الهايبر ثايرويديزم والثايروتوكسيكوزيس. كلا الجملتين تعني ان الثيرويد هرمون زايد في الدم. طب ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في معنى كل كلمة. هايبر ثايرويديزم معناها ان الثيرويد هرمون زايد نتيجة هايبر فانكشن في الجلاند. وعايزك تتأمل كلمة هايبر ثايرويديزم. هايبر يعني زيادة، ثايرويديزم يعني في الثيرويد جلاند، فالكلمة فاتحة روحها انها هايبر فانكشن في الثيرويد جلاند، نتيجه لذلك الثيرويد هرمون اللي في الدم. تمام، نيجي لكلمه ثايروتوكسيكوزيس. ثايروتوكسيكوزيس معناها اكسسيف برودكشن في الثيرويد هرمون في البلد. بغض النظر عن سواء كان سبب الزياده في الثيرويد هرمون سبب يرجع الى الثيرويد جلاند او كان نون ثيرويد جلاند كوز، يعني سواء كانت الثيرويد هي اللي اتجننت وبدأت تطلع ثيرويد هرمون بكميات كبيرة في الدم، أو سواء كان حاجة تانية هي اللي عمالة تطلع هذا الثيرويد الكتير في الدم. تمام، وعايزك تتأمل معايا كلمة ثيروتوكسيكوزيس. أوزيس معناها تراكم، ثيرو معناها الثيرويد هرمون، فدي تراكم الثيرويد هرمون في الدم بغض النظر عن ما هو سبب التراكم، هل هو سبب في الثيرويد جلاند ولا سبب في نون ثيرويد جلاند. يبقى تو سمرايز، كلا الكلمتين فيهم زيادة في الثيرويد هرمون، ولكن الاختلاف ما بينهم في منشأ الثيرويد هرمون. هايبر ثيرويديزم هايبر في الثيرويد، في الثيرويد جلاند هي اللي مهايبرة. ثيروتوكسيكوزيس اوزيس للثيرو اللي هو ثيروكسين هرمون. يعني اقدر اقول من كده ان الثيروتوكسيكوزيس زيادة في انتاج الثيرويد هرمون، سواء كان السبب في الجلاند او كان السبب مش في الجلاند. يعني اقدر استنتج من كده ان الهايبر ثيرويديزم اللي هو زيادة في افراز الثيرويد هرمون نتيجة للهايبر فانكشن في الجلاند جزء من اسباب الثيروتوكسيكوزيس. لذلك خطيئة ليس لها توبة الا الصفر. لو جيت قلت لك اتكلمني على اسباب الثيروتوكسيكوزيس وانت رحت جاي كاتب فقط الثيرويد كوزس، لا، لازم تكتب الثيرويد كوزس والنون ثيرويد كوزس. كذلك الهايبر ثيرويديزم لما يجي لك في الامتحان عايزك تكتب لي الثيرويد كوزس فقط، خليك سبيسيفيك في الاجابه بتاعتك. ماشي، نخش بعد كده على الكوزس. الكوزس هنقسمها الى ثيرويد كوزس ونون ثيرويد كوزس. ثيرويد كوزس هنا الثيرويد جلاند متهمه في زيادة إنتاج الثيرويد هرمون. هو بيقول لك due to excess ثيرويد هرمون برودكشن من الثيرويد جلاند. طيب النون ثيرويد كوزس، كلا وألف كلا وكل كلا على كلا، هنا الثيرويد جلاند رائعة بيرفكت 100 100 زي فراخ الجمعية. أمال إيه اللي حصل؟ لا، ده هنا حصل حاجة تانية في الجسم هي اللي طلعت وبدأت تطلع لي الثيرويد هرمون. تمام؟ هي دي النون ثيرويد كوز. الثيرويد جلاند رائعه ممتازه، انما في حاجه تانية في الجسم هي اللي عماله تزود لي الثيرويد هرمون. ماشي، تعالى نتكلم بقى على الثيرويد كوزس. هنقسمهم لثلاثه واربعه. ثلاثه دولة المشاهير واربعه سكين. مين بقى الثلاثه المشاهير دولت؟ اول سبب اللي هو الجريفز ديزيز اللي هو الاوتو اميون. طبعا ده الموست كومن كوز للهايبر ثيرويديزم. تمام، يبقى اشهر سبب لزياده الثيرويد هرمون نتيجه لسبب يرجع الى الثيرويد جلاند هو الجريفز ديزيز. ادي اول واحد من الثلاثه. ثاني واحد من الثلاثه حاجه اسمها توكسيك مالتي نوديولار جويتر. انا سامع دلوقتي حد كده دماغه لمعت وراح جاي قايل انت قايل لي في الدرس الاولاني ان انا عندي حاجه اسمها مالتي نوديولار جويتر، احيانا الانتر نوديولار تيشو جزء منه
بيخرج عن المألوف وبيبدأ لا يتبع أوامر الـ TSH وبيبدأ يطلع ثيرويد هرمون بكثرة اوتونوماس، قرار فردي من الانتر او جزء من الانتر نوديولار تيشو اللي كان هايبر بلاستر. ماشي، ده السبب التاني. السبب التالت ان انت عندك توكسيك نديول، بناين توكسيك ادينوما اللي هي توكسيك نديول. تمام، هنا في التوكسيك نديول بقى النديول اللي بتتكون دي بتبقى فانكشننج متهمه انها نديول اتجننت في الثيرويد جلان وعملت لي ادينوما وعمالة تطلع لك ثيرويد هرمون بكثرة. الأخبار واضح التلات أسباب المشاهير يا شباب، تيجي نبص عليهم في الكتاب. المشاهير هم أول واحد الأوتو ميون اللي هو الجريفز ديزيز اللي هو الموضوع بتاعنا النهاردة إن شاء الله، الموست كومن كوز أو الكومنست كوز للثيرويدال كوز. تاني سبب التوكسيك مالتي نودولار جويتر، واسمه في رواية تانية بلامر ديزيز، دي كانت البنت الشابة اللي عندها مالتي نودولار جويتر وعلى المدى الطويل بدا الانتر نودولار تيشو لا يتبع اوامر الثيرويد او التي اس اتش وبدا يطلع لك ثيرويد هرمون بكثره وقلبت الى توكسيك مالتي نودولار جويتر، واسمه في روايه اخرى بلامر ديزيز. ماشي، ايه بلامر ده؟ اسم الشخص اللي اكتشفه، ما اقدرش افيدك كتير، جايز لو كان باسم انت ما كنتش هتستغرب باسم ديزيز، بس هو الراجل اللي اكتشفه اسمه بلامر مش باسم، ما هو بلامر ديزيز. ماشي، او هنا بقى السبب الثالث المشهور اللي هي توكسيك سنجل ادينوما. توكسيك ادينوما جزء من الثيرويد جلاند عمل لي ادينوما ونديول واتجنن وبدا يطلع ثيرويد هرمون قرار فردي من النديول وبدا يطلع لك تي اس اتش بكميات كبيره، عفوا تي 3 وتي 4 بكميات كبيره. ولنا هنا وقفه، الفرق ما بين الجزء بتاع التوكسيك مالتي نودولار جويتر وما بين السنجل ادينوما. سنجل ادينوما يعني انت عندك ورم تجمع كده عمل لك نديول من الخلايا وبدا يطلع لك ثيرويد هرمون، انما التوكسيك مالتي نودولار جويتر ده هنا الانتر نودولار تيشو اللي كان في المالتي نودولار جويتر هو اللي اتجنن، انما هنا ده ورم سواء كان حميد بقى او في بعض الاحيان خبيث، وفصلها لك في نقطه لوحدها. يبقى عندي ثلاث اسباب مشاهير، اوتو اميون، توكسيك مالتي نودولار جويتر، سنجل ادينوما. عندك بقى اربع اسباب سكيما، كونجينيتال وان فيلاماتوري ونيوبلاستيك وحاجه غريبه العجب العجاب، حاجه غريبه. تمام، الكونجينيتال عندك حاجه تعرفها اسم بس اللي هي الماكون البرت سندروم، دي بيبقى فيها سندروم عباره عن زياده في بعض نشاط بعض الاندوكراين جلاند زي البيتيوتري والادرينال والثيرويد. البيتيوتري لو زادت بتعمل لك اكروميجالي وبريكوشس بيوبرتي، والثيرويد جلاند لو زادت هتعمل لك هايبر ثيرويديزم. تمام، خدت بالك هنا من التعبير الدقيق هايبر ثيرويديزم، لان يعني السبب يرجع للثيرويد جلاند، والادرينال جلاند لو زاد النشاط بتاعها هيعمل لك كوشنج. والمرض ده بيبقى فيه عشان هو سندروم كمان حاجتين تانيين، بوليسيستيك فايبروزيس ديسبليزيا ده مرض بتاخده ان شاء الله في العظام، وحاجه تانيه اسمها الريجولار كافيد اوليس بوتس الجلد كده بيبقى عليه بقع بني، ده سندروم اسمه مكون البرت سندروم. ماشي، طيب ده كان الكونجنتال. عندك بقى الانفلاماتوري اللي هو التهاب الثيرويد جلاند اللي هو الثيرودايتس، التهبت الثيرويد جلاند، فتخيل كده جلاند ملتهبه بتبقى اريتابل بقى ومتعفرطه، فبتمر بكذا مرحله. يعني تعالى اشرح لك هنا مراحل الثيرودايتس، حصل حاجه ضايقت الثيرويد جلاند فالثيرويد جلاند في البدايه اتعفرطت وبدات تطلع تي 3 وتي 4، فالجلاند في المرحله دي في حاله توكسيك عماله تطلع تي 3 وتي 4 بكميات كبيره في الدم. بعد مده هيتم استهلاك الثيرويد اللي موجود في الفوليكلز كلها، فهيرجع للطبيعي والجلاند تبقى ايو ثيرويد. بعد فتره الثيرويد هرمون هيبدا يقل رويدا 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 ويبدا العيان يخش في هايبو ثيرويديزم. يبقى احنا بدأنا هايبر ولهينا هايبو، وكنا في النص في مرحلة كان فيها كمية التي 3 والتي 4 نورمال. أغلب حاجات الانفلاميشن بتمشي معاك بالقصة دي، ايرلي بتبقى هايبر ثيرويديزم ولب بتبقى هايبو ثيرويديزم. ماشي؟ فعندك الثيرويدايتس أسبابها هتنفع إنها تكون أسباب لزيادة الثيرويد هرمون أو أسباب لنقص الثيرويد هرمون. فبقول لك بقى الثيرويدايتس الايرلي
فيز بتاعه الهايبر ثايرويديزم في الهاشيموتو، اللي هو الجزء اللي انا قلت لك عليه الجلاند بتبقى متعفرطه. الجزء ده من المرض هنتكلم عنه في فيديو الثايرويدايتس اسمه هاشي توكسيكوزيس، ماشي. وعندك بقى السب اكيوت ثايرويدايتس بتبقى موجوده في نفس القصه، هي والبوست بارتم ثايرويدايتس. كلمه السر ان في ايتس الجلاند التعبت، زادت الفانكشن بتاعتها وبعدين بدات تقل رويدر 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 لحد ما بقت نورمال، ثم بدات تقل اكتر لحد ما بقت تبقى هايبو ثايرويدايتس. يعني الثايرويدايتس تنفع من اسباب زياده الثايرويد هرمون ومن اسباب نقصان الثايرويد هرمون، ماشي. مقتنع بالكلام؟ تمام. طيب نخش بقى على الحاجه الثالثه اللي هي النيوبلاستيك، ان انت يبقى عندك ثايرويد كانسر عمال يطلع كميات كبيره من الثايرويد هرمون. وان كان يعني انا متحفظ على الجمله دي لان اغلب الكانسرز بتبقى نون فانكشنينج، ماشي. السرطان مش طالع عشان يفيدك، السرطان طالع عشان يضرك، ماشي. فده تحفظي على هذه الجمله، لكن احنا اوامر ماشي على الارض وملتزمين بالكلام اللي في كتاب القسم. ناخد حاجه بقى هي العجب العجاب، بيقول لك ان اكسس ايودين انتيك افتر ا بيريود اوف ايودين ديفيشنسي بيعمل لك هايبر ثايرويديزم. الكلام اللي انت بتقوله ده، ده احنا لسه واخدين في الدرس اللي فات بتاع الهايبو ثايرويديزم ان الاكسس ثايرويد، ان اكسس عفوا ايودين سكريشن بيعمل لك هايبو ثايرويديزم. هي فين؟ هوريها لك اهي اهي. بص معايا، بيقول لك اكسس اور ديكريس في الايودين انتك اللي هو الولف كيشوف فينومينا اللي انا ما شرحتهاش عشان اشرحها في الفيديو ده ان شاء الله، بيعمل لك هايبو ثايرويديزم. هو الكلام مناقض نفسه هنا في الكتاب. على فكره الكتاب ممكن تلاقي حاجات كتير قوي مناقضه نفسها، بس هنا الكتاب كاتبها صح، هو صح جدا. وانا اعتقد ان آن الاوان ان اشرح لك ايه هو الولف كيشوف فينومينا وايه هو الجد بيسيدو فينومينا او الجد بيسيدو افكت. اول حاجه هنتكلم على الولف كيشوف فينومينا. اول حاجه هتكلم على الحاله النورمال، ادي البلاد فيسل وادي السيلز بتاعه الفوليكل، واحنا كنا ايودين بكميه معقوله، ف هيحصل الايودين ترابنج ويخش للفوليكل ويتكون تي 3 وتي 4 بكميه معقوله. طيب نفرض بقى احنا كنا ايودين بكميه كبيره، يعني خدنا ايودين بكميه كبيره، ايه اللي هيحصل؟ الجلاند هتصاب بحاله من الشوك، متلخبطه، ايه كم اليود الكبير ده؟ ده انا لو خدته هكون تي 3 وتي 4 بكميه كبيره، فربنا خلى الثايرويد جلاند في الحاله دي تعمل انهبيشن لتصنيع التي 3 والتي 4. ليه؟ كبروتكتيف ميكانيزم ان ما يحصليش هايبر ثايرويديزم. الكم اليود الكبير اللي انا خدته ده ثايرويد هرمون اتصدمت، قالت انا لو خدت اليود الكتير ده كله هكون تي 3 وتي 4 بكميات كبيره والجسم هيخش فيه هايبر ثايرويديزم. فكحاجه فيسيولوجيه ربنا بيخلي هذا اليود الكتير بيكون لك حاجه اسمها ايودو بالطيد، هذا الايودو بالطيد بيعمل لك بريفنشن للهايبوثايرويديزم. هو ده بالظبط الولف كيشوف فينومينا، ان اكسس ثايرود، ان اكسس عفوا ايودين كتير في الدم، لما دخل الدم على طول الجلاند اصوبت بحاله شوك نتيجة لتكون الايودو بالطايدز ده، وحصل انهيبيشن لجميع خطوات الثايرويد هرمون سينسز، ودي حاجة بروفلاكتز للهايبر ثايرويديزم، ماشي. بعد كده كان اول حاجة نعلى شوية، ماشي نعلى شوية. بص بقى دي الحاجة الغريبة اللي هتحصل دي، هل تتوقع ان الوضع ده هيدوم الى ابد الابدين؟ كلا والف كلا وكل كلا على كلا. الجسم هيبدأ يعمل اكسكريشن لهذه الايودو بالطايدز، تمام، والجلاند هتبدا تفوق تاني وتقول لك انا ربنا خلقني عشان اطلع ثايرويد هرمون، وهتبدا تاخد الايودين بكثره، تمام، تبدا تاخد بقى الايودين اللي موجود كتير في الدم ده وتبدا تصنع تي 3 وتي 4 كتار. هل ده الجاد بيسيدو افكت؟ كلا والف كلا وكل كلا على كلا. دي حاجه اسمها وولف كيشوف اسكيب فينومينا، ان حصل اسكيب للتاثير بتاع الولف كيشوف نتيجه للتخلص من الايودو بالطايدز. الجلاند بدات تفوق وبدات تصنع لك تي 3 وتي 4 بكميه زياده والجسم دخل في هايبر ثايرويديزم، ماشي. يبقى انا كده عرفت ايه هو الولف كيشوف افكت.
خلاصته ان شلبيه جالها هايبوثايروديزم نتيجه لزياده اليود في جسمها. ماشي، ايه بقى الجاد بيسدو افكت؟ تعالى معايا. جاد بيسدو افكت، موضوع الولف كيشوف ده هو الريسبونس الطبيعي لزياده الايودين في 99% من البشر. في بقى 1% من البشر بيحصل معاهم الجاد بيسدو افكت، وده بيحصل ازاي؟ ان انا كان عندي شلبيه عايشه في الواحات وعندها اليود قليل، اليود في الدم بتاعها قليل، الخلايا بتاعت الثيرويد مش لاقيه يود، مش لاقيه يود، زعلانه مش لاقيه يود. طب هتعمل ايه؟ قالت يمكن العيب فيا، ازود عدد الريسبتورز يا رب اللي موجوده على الخلايا بتاعتي، يمكن ربنا يسهل ونلاقي ثيرويد، عفوا ربنا يسهل ونلاقي يود. فبدات تعمل اب ريجوليشن للريسبتور اللي بتعمل ابتيك للايودين. ماشي، احنا هنا في الواحة. طيب شلبية راحت اسكندرية، شط اسكندرية يا شط الهواء، احنا حرفناها بقى لشط اسكندرية يا شط الايودايت. ماشي، طبعا اسكندرية بقى فيها سمك ومعرفش ايه ويود موجود بكميات كتيرة، فشلبية راحة وهي الخلايا بتاعتها عليها اب ريجيوليشن للريسبتور. ماشي اهي، في هنا اب ريجوليشن للريسبتور. فتخيل بقى معايا شلبيه راحت مكان فيه يود كتير، الدم فيه ايودايد كتير، وفي ريسبتورز كتيره، يا خبر ابيض، ده عز الطلب، ريسبتورز كتيره وايودين كتير، ده عز الطلب، ده احنا هنكون تي 3 وتي 4 من هنا ل 100 سنه، هيبقى عندنا تي 3 وتي 4 يكفينا ال 1000 ليله وليله. ماشي؟ يبقى هي دي القصه بتاعه الجد بيسدو افكت. 1% فقط من البشر اللي هم قاعدين في الواحات وعندهم نقص في اليود في الواحات، لما انقلهم واوديهم لمكان فيه يود كتير، الثيرويد جلاند بتبدا تشفط اليود الكتير ده نتيجه لتكون ريسبتورز كتيره اتكونت وهي موجوده في الواحه، وبدا يتكون عندي تي 3 وتي 4 يكفونا ل1000 ليله وليله. تو سمرايز، موضوع الولف كيشوف افكت ان انا عندي في الحاله النورمال لما يبقى اليود طبيعي، الثيرويد جلاند بتبدا تصنع لي تي 3 وتي 4 بكميات معقوله. طيب حصل بقى ان انا خدت يود كتير، الجلاند ستصاب بحاله شوك نتيجه لتكون الايودوبيبتايد، هذه الايودوبيبتايد بتحميني من هايبر ثيروديزم، لان اليود الكبير ده هيبقى مصيره ايه؟ انه يكون تي 3 وتي 4 بكميات كتيره، لكن الجلاند هنا هتحميني من هذه المصيبه، تمام؟ وهيحصل انهبيشن للسينسز بتاع الاول ستيبس بتاعه الثيرويد هرمون، وهيحصل لي هايبو ثيروديزم لان انا مش عارف اصنع ثيرويد هرمون. بعد مده من الزمن هيحصل حاجه اسمها وولف كيشوف سكيف فينومينا، ان الجلاند هتبدا تفوق لان الجسم اتخلص من هذه الايودوبيبتايد، وهيبدا بقى يزيد عندي اليود الكتير، هيبدا يتاخد من الجلاند ويزود لي التي 3 والتي 4 ويحصل هايبر ثيروديزم. هل هذا هو الجاد بيسدو افكت؟ كلا والف كلا، وكل كلا على كلا، دي حاجه اسمها الولف كيشوف سكيب فينومينا. خلصنا من دي، ودي لخصنا الولف كيشوف ان هو عباره عن هايبوثيروديزم الريسبونس تو اكسسيف ايودين انتيك. نيجي بقى للجاد بيسدو افكت. الجاد بيسدو افكت قلنا ان 99% من البشر اللي بياخدوا يود زياده، التصرف الطبيعي للجلاند انها هتتصرف زي الولف كيشوف افكت، لان دي حاجه اللي ربنا خلقها لي، عايز احمي نفسي من الهايبر ثيروديزم. اللهم الا 1% من البشر اللي هم عايشين في الواحات اللي اليود في الدم بتاعهم قليل، فالجلاند عايزه تاخد يود ما هيش عارفه، فهتقول يا رب يمكن المشكله فيا، ما ازود الريسبتورز اللي عليا واعمل لها اب ريجوليشن على ما ربنا يفرجها ويكون العيب فيا واقدر كده اخد ايودين. طلع العيب مش فيه، فشلبيه سافرت اسكندريه، شط اسكندريه يا شط الايودايد، تكون ايودايد، عماله تاخد بقى يود بكميات كبيره كبيره كبيره
يعز الطلب يود كتير مع ريسبتورز كتير هيتكون تي 3 وتي 4 كتير. تمام، يود كتير ريسبتورز كتير هيتكون لك تي 3 وتي 4 كتير. هو ده بالظبط الجاد بيسيدو افكت اللي اقدر اقول عليه ان هو حاله من الهايبر ثايرويديزم نتيجه لاكسسيف ايودين انتيك افتر ابيريود اوف ايودين ديفيشنسي. تعال نقرا الكلام ده في الكتاب اهو بقى بيقول لك ايه اكسسيف ايودين انتيك افتر ابيريود اوف ايودين ديفيشنسي، وانا شرحتها لك بالتفصيل. معلش انا عارف ان الكلام ممكن يكون مش عليك، بس انا حابب تبقى انت فاهم كل كلمه في مكانها الصحيح، هل هي مكتوبه صح ولا غلط. ودي كانت الحاجه الرابعه، العجب العجاب اللي اتوقع احنا كلنا دلوقتي فهمناه. ماشي، تكتب هنا جنبها شط اسكندريه يا شط الايودين. تمام، يبقى انا كده عندي ثلاث اسباب مشاهير، اوتو اميون و سنجل توكسيك ادينوما وتوكسيك مالتي نوديولار جويتر اللي اسمه في روايه ثانيه بلامر ديزيز، واربع حاجات بقى كونجينيتال اللي هي الماك البرت سندروم، والحاجه الثانيه اللي هي الانفلاماتوري ثايرويدايتس بتمر بايرلي فيز اوف هايبر ثايرويديز، وبعدين اللي بتبقى هايبو ثايرويديز زي بقى الهاشيموتو وزي الصاب اكيوت ثايرويدايتس اللي هي الديكريفان او البوست بارتم ثايرويدايتس. ماشي، واخر حاجه خالص بقى اللي هي الكانسر، وانا عندي تحفظ على جمله الكانسر دي، واخر حاجه اللي احنا فهمناها الجاد بيسيدو افكت. نخش بقى بعد كده على النون ثايرويد كوزز. دكتور، هل الثايرويد جلاند هنا متهمه بافراز ثايرويد هورمون كتير كلا والف كلا وكل كلا على كلا؟ امال ايه المشكله هنا؟ المشكله في حاجه تانية غير الثايرويد جلاند هي اللي عماله تطلع الثايرويد هرمون. طب زي ايه الحاجه دي؟ ان شاء الله هنقسمهم اتنين واتنين واتنين. اول اتنين بيطلع ثايرويد هرمون من مكان غير الثايرويد جلاند، يعني اكتوبيك سكريشن. بص بقى في الكتاب هو قال لك الاكتوبيك سكريشن للثايرويد تيشو حاجه اسمها شتروما اوفرياي او التراتوما، ده كده شويه اورام بتلاقي القدره على انها تطلع لك ثايرويد هرمون. هل الثايرويد جلاند هنا انا جبت سيرتها كلا والف كلا وكل كلا على كلا ب 100 100 زي فراخ الجمعيه؟ انا عندي مكان تاني في الجسم هو اللي عمال يطلع الثايرويد هرمون. تمام، الحاجه الثانيه اللي ليها نفس المعنى بالظبط بارا مالجننت هايبر ثايرويديزم، ان بيحصل عندي تي اس اتش سكريشن تيومر زي البرونكوجينيك كارسينوما. كلمتك على البارا مالجننت سندروم وقلت لك ان بيبقى عندي ورم عمال يطلع هرمونات زي تي اس اتش، وهذا الورم ليس من المكان الاساسي اللي بيفرز منه الهرمون. كلنا عارفين التي اس اتش بيطلع من البيتيوتري. حلو، ماشي، وعايزك برضو يعني تشوف الكلمه دقيقه ازاي، بارا مالجننت هايبر ثايرويديزم. خلي بالك هو السبب نون ثايرويد كوز، الثايرويد ما فيهاش ديزيز، ده الثايرويد هتكبر لحاجه سكندري هي اللي كبرتها، ان انا حصل عندي ورم عمال يطلع تي اس اتش في البرونكاي، هذا التي اس اتش هيروح على الثايرويد يبدا يخليها تطلع تي 3 وتي 4 بكميات كبيره، فالموضوع في النهايه نتج عنه هايبر ثايرويديزم. لكن هل الثايرويد هرمون طلع نتيجة إن الثايرويد جلاند مريضة؟ كلا وألف كلا وكله كلا على كلا، ده السبب كان نتيجة البرونكوجينيك كارسينوما. خدت بالك من دقة التعبير في الكلمة؟ كتاب كان رائع جدا في هذا التعبير، إنه كتب عليها هايبر ثايرويديزم وفي نفس الوقت إن هو حطها تحت النون ثايرويد كوز، لأن يعني إن الثايرويد جلاند رائعة ممتازة، ولكن السبب نتيجة إن في ورم بدأ يطلع لك تي اس اتش، وما كانش المفروض التي اس اتش يطلع من البرونكوجينيك كارسينوما، كان المفروض يطلع من البيتيوتري جلاند. هيطلع تي اس اتش بكميات كبيره يبدا بقى يزود لك يخلي الثايرويد جلاند تطلع تي 3 وتي 4. يبقى اول اثنين من نفس المعنى اللي هم اكتوبيك، سواء كان ستروما اوفرياي او تيراتوما او البارا مالجننت سندروم. ماشي، ثاني اثنين ليهم علاقه بالادويه، زي مثلا انك عمال تاخد ثايرويد من بره، حاجه اسمها فاكتيشيس. فاكتيشيس دي يعني من بره، انت عمال تاخد ثايرويد هرمون من بره، اشتريت انت كده كذا علبة ثايرويد هرمون وعمال تبلبع فيه. تمام، طيب تاني دواء ممكن يعمله اللي هو الاميرودارون، وقلت لك الاميرودارون بيعمل هايبر ثايرويديزم وهايبو ثايرويديزم. تمام، ايه السبب؟ خليها في كتاب الكارديو، مش حابب الصراحة اقولها دلوقتي علشان هتفتح لنا مجال كتير نتكلم عليه، محتاج تبقى انت فاهم ادوية الاريزميات كويس والتركيب بتاعها وبتعمل ايه، فدي خليها لنا في الكارديو نتكلم عنها. يبقى دوايين، سواء انت بتاخد ثايرويد بنفسه من بره او دواء بيزود الثايرويد،
هل الثيرويد جلاند هنا مريضه؟ استحاله، ده انت اللي عمال تاخد ثيرويد من بره، وانت اللي خدت دواء هو اللي زود لك الثيرويد. والاميرودارون ما تنساش ان هو بيزود وبيقلل. ماشي، تاني حاجتين بقى ليهم علاقه باكتئاب الاندوكراين. الحاجه الاولانيه زي ما انت خدت في النساء ان انت عندك هرمون اسمه هيومن كوريونيك جونادي تروفين هرمون اللي هو الاتش اس جي. هذا الهرمون له القدره على انه يشتغل زي التي اس اتش، فبيروح للتي اس اتش ريسبتور ويكبر الجلاند ويخليها تطلع تي 3 وتي 4 بكميات كبيره، ويعمل لك حاجه تسمى جاستيشنال هايبر ثايرويديزم. وطبعا احنا عارفين ان الكوريونيك جونادي تروفين هرمون بيبقى موجود في الهايداتي فورم مول زي ما انت خدت في النساء. تمام، يبقى دي الجمله الهاربه من كتاب النساء. حلو، تاني حاجه ان يبقى عندي سكندري او تيرشري هايبر ثايرويديزم. تمام، ان الثايرويد هرمون خدت اوردر من فوق، سواء كان من البيتيوتري او من الهايبوثالامس. البيتيوتري زودت افراز التي اس اتش، الهايبوثالامس زودت افراز التي ار اتش، فدولت الاثنين راحوا على الثايرويد جلاند كبروها. خدت بالك برضو ان الموضوع فيه كلمه هايبر ثايرويديزم؟ ليه؟ لان التعبير دقيق، ان انا عندي حاجه راحت كبرت الثايرويد جلاند وخلتها تطلع تي 3 وتي 4 بكميه كبيره. ولكن ترجع تسال نفسك، هل الادينوما دي طلعت في الثايرويد جلاند؟ كلا والف كلا وكل كلا على كلا. يبقى هي ثايرويدال ولا نون ثايرويدال كوز؟ السبب المسبب انه يطلع لك الثايرويد هرمون ليس الثايرويد جلاند هنا، ولكن الادينوما اللي طلعت من البيتيوتري او اللي طلعت من الهايبو ثالامس. تو سمرايز يا شباب، معلش لو طولنا في الحته دي، انا عندي الثايرويد لما النشاط بتاعها يزيد تطلع لي تي 3 وتي 4 بكميات كبيره. الحاله دي اسمها هايبر ثايرويدز، هايبر في الثايرويد، هايبر ثايرويدز. طب ايه الثايروتوكسيكوزيس ده؟ ده في ثايرويد هرمون كتير في الدم نتيجه سبب، سواء كان ثايرويدال او سواء كان نون ثايرويدال. يعني اقدر اقول ان الثايرويدال تعتبر من اسباب الثايروتوكسيكوزيس. جميل، حلو، ماشي. واقدر اقول ان انا عندي نون ثايرويدال كوزز كمان موجوده. بدا بقى يكلمك على ثايرويدال ونون ثايرويدال كوزز. قلنا ثايرويدال عندي ثلاث مشاهير، جريفز ديزيز وبلامر ديزيز والتوكسيك ادينوما. ماشي، ادينوما. واربعه سكيما كونجينيتال، المكون البرت سندروم، انفلاماتوري زي الثايرويدايتس بانواعها زي الهاشيموتو والديكريفان. واخر حاجه خالص اللي هي الكانسر، وما تنساش بقى الحاجه اللي فصلناها اللي هي الجد بيسيدو افكت. طب النون ثايرويد كوز 2 اكتوبيك، اكتوبيك ثايرويد تيسو زي الاستروم اوفر اي، وتاني حاجه اكتوبيك من البارا مالجنانت سندروم اللي هي بتاعت البرونكوجينيك كارسينوما. خلي بالك اسمها بارا مالجنانت هايبر ثايرويديزم. ايوه في هايبر ثايرويديزم، ولكن الثايرويد رائعه ليست السبب في انتاج الثايرويد هرمون. عشان كده انا حطيت البارا مالجنانت سندروم تحت النون ثايرويد كوز. طيب اتنين تانيين لهم علاقه بالادويه، الفاكتيشس ان انت عمال تاخد ثايرويد هرمون من بره، وتاني حاجه الاكتوبيك عفوا الاميرودارون اللي هو بيعمل لك هايبر وهايبو. ماشي، اخر حاجتين بقى اللي هم الكوريونيك هيومن جونادي تروفين هرمون اللي بيشتغل على تي اس اتش ريسبتور ويبدا يطلع لك تي 3 وتي 4، والسكندري والتيرشري هايبر ثايرويديزم. ايه ده هايبر ثايرويديزم وحطيتها تحت النون ثايرويد كوز؟ ايوه، لان الثايرويد جلاند رائعه ممتازه، مش هي المريضه، لا ده المرض ادينوما في البيتيوتري او في الهايبوثالامس هو اللي عمال يطلع لك تي اس اتش كتير لو المرض بيتيوتري، او تي ار اتش كتير لو المرض في الهايبوثالامس هو اللي عمال يزود لك حجم الغده ويكبرها ويخليها تطلع تي 3 وتي 4 بكميات كبيره. يبقى نعم الغده كبرت وفيها هايبر ثايرويديزم، ولكنها رائعه ليست مريضه، المرض كان نون ثايرويدال سواء كان في البيتيوتري او في الهايبوثالامس. نخش في الكلينيكال بيكتشر بتاعه الهايبر ثايرويديزم. الكلينيكال بيكتشر بتاعه الهايبر ثايرويديزم، اول حاجه ان شلبيه هتيجي تقول لك انا عندي كلكيعه في رقبتي، عندي تضخم في رقبتي يا دكتور. تمام، فبيبقى عندها جوتر. ولكن لنا هنا ملحوظه، هل ممكن شلبيه يبقى عندها التي 3 والتي 4 عاليين وفي نفس الوقت الجلاند بتاعتها نورمال سايز؟ الاجابه طبعا. طب امتى؟ لو هي عندها حاجه
من النون ثايرويد كوزس اللي ما عملوش هايبر ثايرويديزم، لو هي مثلا عندها اكتوبيك ثايرويد تيشو، لو هي عندها مثلا حاجه زي الدراج انديوز الاميرودارون، او حاجه زي الفكتيشيس زي الاكسس اكسوجينس ثايروكسين انتيك كده يعني. فالحاجات دي كلها ممكن تخلي عندها زياده في التي 3 والتي 4، ولكن حجم الجلاند هيبقى نورمال. تمام. طيب بدأ بقى يديك برضو ملحوظه رقم 2 عن ايه اللي ممكن يعمل لك بيم فول ثايرويد، وايه اللي ممكن يخلي الثايرويد توجع غير الالتهاب. يعني الحاجات اللي هي السبيوراتيف والصاب اكيوت ثايرويدايتس دي حاجات بيبقى فيها التهاب، والالتهاب بيبقى فيه وجع، فمع التضخم في الثايرويد بيبقى فيه وجع، بتبقى بين فول جويتر. ماشي. او لو كان حاجه مثلا زي المالتي نودولار جويتر اللي قلب الى توكسيك مالتي نودولار جويتر، واحد النديولز دي حصل فيها هيموريج بلاد فيسل بقى، من كتر القصه اللي انا عمال اقولها لك دي حصل فيه بوم ورابشر وحصل له هيموريج، ساعتها الثايرويد جلاند بتبقى مؤلمه. ماشي. اللي هي القصه اللي احنا خدناها في الدرس اللي فات، هي بتبقى موجوده لحد ما العيان يقلب الى توكسيك جويتر، ممكن بقى بلاد فيسل من اللي في رقبته دولت يعمل هيموريج. الهيموريج ده يعني يبقى فيه تجمع دموي كده موجود في الرقبه، فبيضغط على ما حوله فبيبقى فيري بينفول، ودي حاله ايمرجنسي نتكلم عليها ان شاء الله في العمليات. ماشي. طيب نيجي بقى للعيانه جنرالي، ايه الشكوى اللي شلبيه هتخش لي بيها العياده؟ طبعا احنا عارفين ان زياده التي 3 والتي 4 هتزود لي الميتابوليزم، هتزود لي الحرق، يعني الجسم عمال يحرق كتير، فالحرق ده لما يزيد هيبدا بقى الجسم التاثير بتاعه، بدل ما يبقى الثيرويد هرمون انابوليك هيبقى كاتابوليك، ويحصل للعيانه لوس اوف ويت على الرغم من الجود ابيتايت بتاعتها، عماله تاكل بس في نفس الوقت بتخس. يعني شبابيه هتدخل عليك كده العياده عندها تضخم في رقبتها، وهتقول لك يا دكتور انا عمال اخس رغم ان انا باكل كويس. تمام. طبعا في ميتابوليزم زايد، فنتيجه لهذا الميتابوليزم هيطلع حراره، الحراره الكتيره دي هتخلي العيانه مش مستحمله الحر، هتيجي كده تقول لك دكتور انا مش طايقه نفسي الدنيا حر خالص، ممكن يبقى الجو برد كده، وتيجي تقول لك لا يا دكتور الدنيا حر انا حاسه بصهد وحاسه بحراره، ممكن يبقى عندها لو جليد فيفر، ده نتيجه لزياده الميتابوليزم، فالجسم عمال يحرق لحد ما بقى عند العيانه لوس اوف ويت على الرغم من الشهيه الجيده بتاعتها، وفي نفس الوقت نتيجه للحراره اللي طالعه من هذه التفاعلات هيبقى العيانه عندها هيت انتوليرانس. تمام. ودي جمله مميزه في الكيس، بيجي يقول لك واحده كده عندها هيت انتوليرانس ولوس اوف ويت ان سبايت اوف الجود ابيتايت بتاعتها وعندها جويتر، دي على طول عيانه الهايبر ثايرويديزم. تمام. طالما قال لك جويتر يعني وكده، فدي غالبا هايبر ثايرويديزم، ما قالكش جويتر يبقى دي ثايروتوكسكوزيس، ونبدا بقى ندور على السبب واكتب له في الكيس ديو تو كذا، ثايروتوكسكوزيس ديو تو كذا. بعد كده نخش على الاعراض اللي ممكن تظهر على السكن. السكن ممكن يظهر عليه اعراض نتيجه زياده الحراره، واعراض تانية نتيجه زياده الميتابوليزم لدرجه ان بقى فيه كاتابوليزم موجود. طيب الحراره لما تزيد هتلاقي ان الجلد بيبقى ورم. تمام. لما درجه الحراره زادت فالجلد بقى ورم، لو فتكات كده جت سلمت على شلبيه اللي عندها سايروتوكسيكوزيس هتلاقي ان الجلد بتاعها دافي، وفي نفس الوقت كمان نتيجه لزياده الميتابوليزم الجلد بقى سن، زاد الميتابوليزم لدرجه الكاتابوليزم فالجلد بقى سن ورفيع نتيجه الديستراكشن اللي عمال يحصل. ماشي. نخش بعد كده على الحاجات الثانيه، ان نتيجه زياده الميتابوليزم والشغل بتاع السويت جلاند حصل زياده في السويتنج تحديدا في البلط، يعني فتكات لما تيجي تسلم على شلبيه هتلاقي الجلد بتاعها ورم، وهتلاقيه كمان عرقان مويست كده ورطب، الوقت المفروض ما كانش الجلد المفروض يبقى دافي وسخن، وفي نفس الوقت كمان ما كانش المفروض تبقى ايديها عرقانه. تمام. المفروض تبقى ايديها طبيعيه، لا هي دافيه ولا هي بارده، في نفس الوقت كمان العرق المنفوض ده ما يبقاش يبقى موجود. تمام. طيب نتيجه زياده الميتابوليزم الكتير الشعر هيبدا يبقى رفيع وسن، وممكن يحصل له بريماتور جرينج، يعني خلاص الشعر بيقول سمعني بودعك، بدا يبقى لونه جري نتيجه انه خلاص بيستعد للتساقط، نتيجه ان الميتابوليزم بتاع الهير فوليكل بدا يبقى زايد لدرجه الكتابوليزم. تمام. نفس الكلام برضو الضوافر هتبدا تبقى سن وبريتل، يعني هتبدا تبقى رفيعه وبريتل نتيجه ان الميتابوليزم بتاع الضوافر زاد لدرجه انها بدات تبقى تتكسر ويحصل حاجه اسمها اونكولايسيس،
تمام، يبقى نتيجه لزياده الحراره الجلد بدا يبقى وورم، نتيجه لزياده الميتابوليزم الشعر بدا يتساقط ويبقى رفيع، الضوافر بدا يحصل لها لايسز، والهير بدا يبقى فاين وسن، وبدا يحصل له جرينج نتيجه لزياده الكتابوليزم. بعد كده نخش على الجاسترو انتستاينال، الخلايا بتاعت الانتستين كباثوفيسيولوجي بيبقى فيها زياده في الميتابوليزم، ونتيجه لهذا الميتابوليزم الزايد الموتيليتي بتاعت الخلايا بدا يزيد، فالمحصله النهائيه ان العيانه هيبقى عندها دايريه. ماشي، وممكن يحصل عندها حاجه اسمها باربوريجيمي ساوند. ايه الباربوريجيمي ساوند ده؟ بص كده معايا احسن محول، بص الصوت ده كده، ده الصوت اللي هي النتيجه للغاز اللي موجوده في الانتستين، بيبقى الصوت ده كده. اتمنى يكون الصوت واضح، تعالى اوريه لك تاني اهو. بص اهو تمام، اتمنى يكون الصوت واضح. نخش بعد كده على السي في اس، والسي في اس احب افكرك بالشغل بتاع الثيرويد هرمون على السي في اس. كنت بقول لك ان هو بيزود حساسيه التشو للكاتيكولامينز عن طريق انه بيزود عدد البيتا اللي موجود على التشو، فشغل البيتا بيبقى زايد. وهي البيتا بتعمل ايه؟ على القلب مثلا، على القلب بتزود لك الهارت ريت، تمام، وبتزود لك حاجه اسمها الكونتراكتيليتي بتاعت عضله القلب. زاد الهارت ريت يعني تاكي كارديا، زادت الكونتراكتيليتي يعني زاد الاستروك فوليوم، ومحاصل ضرب الهارت ريت في الاستروك فوليوم حاجه اسمها الكاردياك اوت بوت، فالكاردياك اوت بوت بيبقى زياده. دي معلومه هنحتاجها دلوقتي. ماشي، طبعا يعني نتيجه لزياده هذا الكاردياك اوت بوت وزياده في الهارت ريت، النبضه وهي طالعه بتبقى قويه. يعني لو انت جاي تحس النبض بتاع حد هتلاقي ان النبضه طالعه قويه، مش زي الاحساس العادي، لا ده انت هتحس مثلا حاجه كده فجاه كده تنطر صباعك. دي حاجه اسمها بيج فوليوم. ليه؟ عشان نتيجه الهارت ريت الزياده مع زياده الكاردياك اوت بوت. ماشي؟ طيب لما النبضه تبقى قويه بالشكل ده هتيجي شلبيه تقول لك يا دكتور انا حاسه بنبضات قلبي. ده احساس مزعج جدا 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 جدا، ربنا يشفي ويعافي كل مريض، ان المريضه بدات تحس بنبضات قلبها في وقت ما كانتش المفروض تحس فيه بنبضات قلبها. هو ده البلبيتيشن. هناخده ان شاء الله في كتاب الكارديو، ان هو انك تحس نبضات قلبك في وقت ما كنتش المفروض تحس فيه نبضات قلبك، ربنا يشفي ويعافي كل مريض يا رب. ماشي، وده بيحصل نتيجه البيج فوليوم اللي بيبقى موجود اللي هو الكولابسنج بالص ده. تمام، ماشي. ممكن بقى نتيجه لزياده السمباثيك يحصل اي نوع من انواع الاريزميا، تحديدا الاتريال فايبريليشن ما عدا الهارت بلوك. طب تفسيرها دي ان شاء الله ان انا عندي السمباثيك في حد ذاته الاوفر اكتيفيتي بتاعته از اريزميوجينيك، يعني بيعمل لك اريزميات، بيعمل لك كل انواع الاريزميات تحديدا الاتريال فايبريليشن ما عدا الهارت بلوك، لان السمباثيك بيبقى عايز يزود الشغل. تمام، ودي هناخدها بالتفصيل اكتر في كتاب الكارديو. ماشي، طالما الكاردياك اوت بوت زاد يبقى العيان هيبقى عنده سيستوليك هايبرتنشن. انا قلت لك اللي بيعبر على السيستول هو زياده الكاردياك اوت بوت. طب بالنسبه للدايستوليك هايبرتنشن هل هيبقى موجود ولا لا؟ كلا والف كلا، وكله كلا على كلا، مش موجود. ليه؟ لان الدايستول هنا بيبقى قليل، لان انا عندي البيتا اللي شغاله، فبالتالي بيبقى عندي فازو دايلاتيشن في البريفرال تيشو، فبالتالي البريفرال ريزيستنت بتقل، فبالتالي نو دايستوليك هايبر تنشن. ماشي، عندي فقط الزايد السيستوليك. وممكن يحصل عندك سكيميك هارت ديزيز، لان سكيميك هارت ديزيز المسبب الاساسي ليها هي الهايبر تنشن، وممكن يحصل عندك هارت فيلير. لنا هنا وقفه، منين بايدي اليمين انا كاتب لك ان بيبقى عندي زياده في الكاردياك اوت بوت، ومنين بايدي الشمال انا بقول لك ان انا عندي هارت فيلير؟ اكيد الكتاب غلط، اكيد الكتاب متناقض. كلا والف كلا، وكله كلا على كلا. الكتاب هنا رائع، في حته ان شاء الله هتاخدها في كتاب الكارديو، تعالى افهمها لك هنا تاني، هنقولها في الكارديو بالتفصيل. الهارت فيلير بيقسم تبعا للكاردياك اوت بوت الى نوعين، لو كاردياك اوت بوت هارت فيلير، يعني هنا القلب فاشل انه يكفي احتياجات التشو بسبب ضعف القلب، ده اللو كاردياك اوت بوت هارت فيلير. في عندي حاجه بقى اسمها هاي كاردياك اوت بوت هارت فيلير، لا ده هنا الكاردياك اوت بوت رائع عالي ممتاز،
القلب عمال يضخ يعني دم كتير ماشي، ولكن استيل هذا الدم الكتير غير كافي لاحتياجات الأنسية. يعني أنا برضو القلب عمال يطلع دم كتير ولكن الاحتياجات أكتر. اشمعنى الاحتياجات أكتر في المرض بتاعنا بتاع النهاردة؟ لأن المرض بتاعنا ده عمال يزود الميتابوليزم، فالخلايا عايزة غذاء كتير عشان تعرف تحرق غذاء كتير. الغذاء الكتير ده أكبر من قدرة القلب من الدم اللي هو بيطلعه، تمام؟ يعني تيشو عمال يحرق ميتابوليزم كتير فمحتاج دم كتير، على الرغم من الدم الكتير اللي طالع إلا إنه غير مكفي احتياجات التيشو. دي حاجة اسمها هاي كاردياك أوت بوت هارت فيلير، واللي بيتميز اللي هقوله لك برضه في كتاب الكارديو إن العيان بيبقى عنده حاجة اسمها هايبر دايناميك سيركيوليشن. تخيل معايا كده الدم زيادة طالع زيادة، في نفس الوقت كمان البريفرال تيشو فيها فازو دايلاتيشن، فالدم عمال يمشي في ميادين فاضية واسعة، عمال يمشي بوم بسرعة الصاروخ ماشي. العيان اللي عنده هاي كاردياك اوت بوت هارت فيلير بيبقى عنده حاجة اسمها هايبر دايناميك سيركيوليشن، الدم ماشي بسرعة الصاروخ في السيركيوليشن ماشي. ودي هناخدها ان شاء الله، ليها تطبيق مهم قوي 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 في الجنرال اكزامينيشن. لو ما قلتوش في عيان الثايرويد هتتقلب في الامتحان، يعني مهم اتعلق عليها لو اتسالت عليها في الجنرال اكزامينيشن، اجلها ان شاء الله في الكلينيكال ماشي. ازيدك من الشعر بيتا، اقول لك سبب تاني ليه ان الكاردياك اوت بوت زياده وفي نفس الوقت في هارت فيلير، ان الدم زي ما قلت لك ماشي بسرعه، فيعني المفروض الدم لما يجي يقف في الكابيلاري يبقى ماشي واش يواش. ليه؟ عشان يلحق يحصل اكس تشينج والتيشوز تاخد الدم، انما هنا الدم ماشي بسرعه الصاروخ. التيشو بتقول له يا عم الحاج يابا انا عايز دم، مش معبرها، ماشي بسرعه الصاروخ. وده سبب تاني ان العيان عنده هاي كاردياك اوت بوت، يعني هاي كاردياك اوت بوت وفي نفس الوقت عنده هارت فيلير. الجمله هنا ممتازه من الكتاب، هنا اسقف له ان هو كاتبها بهذا الشكل، نتيجه زياده السيمباثيك في تاكي كارديا وفي بيج بلس. هذا البيج بلس مخلي العيان يحس بنبضات قلبه بالبيتيشن، ونتيجه ان السيمباثيك بيعمل لك ارزميات، فممكن اي نوع من الارزميات بيحصل نتيجه لزياده الكاردياك اوت بوت بيحصل هايبر تنشن، ونتيجه للكاردياك اوت بوت الزياده اللي مش مكفي احتياجات التيشو وفي نفس الوقت الدم ماشي بسرعه الصاروخ فمش بيحصل وقت كافي للاكستشينج، بيحصل عند العيان هارت فيلير ماشي. نيجي ليه السي ان اس؟ السي ان اس نتيجه زياده الميتابوليزم، بيبقى العيان كده متضايق الريتابول، بيتخانق مع دبان وشه. يعني اول حد بيكتشف عيانه الهايبر ثايرويدزم دي الحقيقه بيبقى جوزها زعبول، هو اللي بيكتشف مراته اللي هي عندها الهايبر ثايرويدزم. ليه؟ لان هيقعد يقول لك يا دكتور مراتي عماله تتخانق مع دبان وشها، كل شويه قابل حد يقول لي ده مراتك عامله كذا وكذا وكذا وكذا، فهو اول واحد بيكتشفها. العيانه بتبقى انكزايتي جدا نتيجه زياده السيمباثيك، والميتابوليزم بتبقى اريتابل جدا برضه سيمباثيك زياده، ونتيجه زياده السيمباثيك برضه بيبقى عندها فاين تريمورز في الهاند والتنج، ودي حاجه مهمه جدا 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 لازم تعلق عليها، انك تخلي العيانه كده تفرد ايديها عشان تشوف هل هي عندها فاين تريمورز ولا لا. في نفس الوقت كمان الريفلكسات مهايبره، يعني لو انت جاي تعمل كده الجيرك ريفلكس بتلاقي الرجل بتنطر ماشي. وبرضه الاعصاب نتيجه للميتابوليزم الزياده والميتابولايتس المتراكمه، العيان بيبقى عنده بريفرال نيورايتس، وكمان العيانه مش عارفه تنام، عندها انسوميا نتيجه زياده السيمباثيك، وحتى وقت ما بتنام بيجي لها نايت مير. كل ده شغل سيمباثيك، يعني السي ان اس نتاج من شغل السيمباثيك وزياده الميتابوليزم. السيمباثيك هو اللي بيعمل لك اغلب الحاجات دي كلها من النايت ميرز وانسوميا والبريفرال نيورايتس، دي نتيجه الميتابوليزم والريفلكسات والكلام ده كله نتيجه لزياده السيمباثيك تمام. نخش على الماسكولوسكليتال. الماسكولوسكليتال ده بقى كلام مش مهم، انا اهم كلمه عندي في عيانه الهايبر ثايرويدزم الجويتر والجنرال والسكن اللي هو بيبقى ورم السطر ده ويبقى فيه سويتنج، والسي ان اس مانيفستيشن مهمه هي والسي في اس مانيفستيشن. انما بقى السكليتال المسل ده نتيجه زياده الميتابوليزم بتاع العضله، العضله بتبدا تتعب فالعيانه بيجي لها مالالجيا وبروكسيمال مايوباسي ومايوسايتس، ده نتيجه ان الميتابوليزم زايد فالعضله هتبدا تتعب. ولنا هنا وقفه، انا قلت لك ان عيانه الهايبوثايرويديزم بتتعب ليه؟ لان مفيش اصلا طاقه، مفيش طاقه ولا ثيرويد هرمون علشان يشغل الخلايا تمام.
انما هنا انا قلت لك برضو ان العينه هتتعب. ليه؟ لان الميتابوليزم زاد عن الحد فانقلب عن الضد، فبدات العينه تتعب ويجي لها مالالجيا. ماشي. الجينيتال سيستم بيبقى فيه شويه لخبطه في المينستريويشن نتيجه لزياده الثيرويد هرمون والسمباثيك، بيبقى العيان عندها شويه منسترول ايريجولاريتي، يعني مش اكيد بيعمل مينورالجيا ولا لا، لكن الاشهر انه بيعمل منسترول ايريجولاريتي. طيب نخش على الانيميا. طبعا العيانه بتاعت الهايبر ثيروديزم هيبقى عندها انيميا، سواء كانت هذه الانيميا نورموكروميك او هايبوكروميك او مايكروسيتيك انيميا بانواعها الثلاثه. ممكن يبقى العيان عندها نقص في كرات الدم الحمراء وحجم الخلايا سليم. ده ليه؟ لان الهايبر ثيروديزم ده مرض كرونيك، فبذلك الكرونيك ديزيزز بيعملوا لك نورموسيتيك انيميا. هناخدها بالتفصيل في كتاب البلاد. ماشي. نخش على المايكروسيتيك انيميا. المايكروسيتيك انيميا دي بتحصل في حاله ان العيان عندها جريفز ديزيز، والجريفز ديزيز ده مرض اوتو اميون، وقلت لك الاوتو اميونز بتبقى متداخله مع بعضها، ففي ارتباط عام ما بين الاوتو اميونز ديزيز وبعضها ببعض، وبين الجريفز ديزيز وبين حاجه اسمها الاكلوروهايدرا بشكل خاص. هو ايه الاكلوروهايدرا ده؟ ان الاتش سي ال بتاع المعده قليل. تمام. طب والاتش سي ال هيعمل لي مايكروسيتيك انيميا ليه؟ اصل الاتش سي ال ده هقول لك في كتاب البلد ان هو مهم جدا في امتصاص الحديد، وناخدها ان شاء الله في كتاب البلد. حتى كان دكتور ناجي كده كان بيقولها بشكل فكاهي، بيقول لك مين يدوب بالحديد؟ الاتش سي ال. تمام. يعني اكيد اللي مش هيدوب بالحديد الميه، اكيد الاتش سي ال. تمام. فده عيان الاكلوروهيدريا يبقى عنده نقص في الاتش سي ال، فبالتالي مشكله في امتصاص الحديد، فبالتالي هيبقى العيان عنده مايكروسيتيك انيميا، وبسبب ان ده بيبقى مرض اوتو اميون بيبقى مرتبط مع الاوتو اميونز الثانيه زي الجريفز ديزيز. طيب الماكروسيتيك انيميا، الميتابوليزم الزياده بيؤدي الى استهلاك الستورز من البي 12 والفوليك اسيد، فبذلك العيان هيبقى محتاج بي 12 وفوليك اسيد لكثره. نخش على الانيوجوال بريزنتيشن. عندك حاجه عجيبه اسمها اباسيتيك هايبر ثايرويديزم، وايه اللي لم الشامع المغربي؟ مش المفروض الاباسيتيك دي حاجه مميزه للهايبوثايرويديزم؟ ايه اللي كان جابها مع الهايبرثايرويديزم؟ اكيد في حاجه غريبه. فهو المرض ده فعلا غير مفهوم. بيقول لك انه بيبقى موجود في الاولد بيشنت، وبيبقى فيه سلايت اليفيشن في الثايرويد هرمون من غير ما يبقى فيه توكسيك مانيفستيشن. تمام؟ والعيان بيبقى جاي لك اباسيتيك، وبيبقى جاي لك ويكنس وعنده ديبريشن. طب بتكتشفه ازاي؟ بتكتشفه بالصدفه. بيعمل اي تحاليل فانت طلبت له الثايرويد هرمون، لقيت ان هو عنده الثايرويد هرمونز زياده وفي نفس الوقت هو اباسيتيك. ماشي. يبقى دي اول حاجه. طيب تاني حاجه، عندك حاجه اسمها السب كلينيكال هايبر ثايرويديزم، وتعالى نفهمها بالظبط مع بعض. سب كلينيكال يعني انا مش شايفها كلينيكال، ولكن انا بشوفها بالانفستيجيشن، ان العيان طالما هو سب كلينيكال يبقى ما عندوش اي كلينيكال مانيفستيشن، نو كلينيكال مانيفستيشن اوف الهايبر ثايرويديزم. تمام. امال ايه انا بكتشفه ازاي؟ في المعمل برضه بالصدفه. بيعمل اي تحاليل روتين تشيك اب مثلا، فطلبت منه ثايرويد هرمونز وتي اس اتش. تمام. فانت لقيت التالي، لقيت ان التي 3 والتي 4 نورمال، ولكن لقيت ان التي اس اتش سلايتلي ديكريز. طيب اشمعنى لقيت دولت نورمال؟ لان انا معلمك في درس الهايبوثايرويديزم ان دولت انا محتاج تغيرات كبيره في الليفل بتاعهم علشان القطهم في المعمل، انما التي اس اتش لو قل فسوه انت هتقدر تقيسه في المعمل. تمام. بعد لو قل ولو ملي واحد انت هتقدر تقيسه، انما دولت محتاج ان هم يقلوا او يزيدوا بكميات كبيره عشان تقدر تقيسه. عشان كده بيقول لك جمله خالده في كتب الاندوكراين، small changes in the level of T3 and T4 بتعمل dramatic changes في TSH، وبقدر اقيسها في المعمل. فالعيان ده لما اجي اقيس التي 3 والتي 4 هلاقيهم نورمال، وهلاقي اقيس التي اس اتش هلاقيه قليل شويه، او حتى ممكن الاقيه عند اللو نورمال ليفل، يعني خلاص فاضل له تكه ويقل. ماشي. بتلاقي بقى شويه مانيفستيشن ممكن تلاقيها حاجات يعني مش مرتبطه ببعضها، ممكن يبقى عنده شويه حاجات زي الاوستيوبروزس نتيجه ان الكاتابوليزم بتاع العظم فيه هيبقى زايد شويه، عنده هايبر كالسيميا العظم اللي عمال يتكسر ده بينطر كالسيوم في الدم، وعنده اتريال فايبريليشن. تمام. تو سمرايز الفيديو الاولاني بتاع الهايبر ثايرويديزم قبل ما نخش على الجريفز ديزيز، دكتور انا عندي مرض اسمه هايبر ثايرويديزم، وعندي مصطلح اسمه ثايروتوكسيكوزيس. هايبر ثايرويديزم يعني في حاجه زودت الثايرويد هرمون
في الدم نتيجة لمشكلة في الغدة، الغدة هي اللي هايبر. إنما السيروتوكسيكوزيس ممكن تبقى المشكلة في الغدة، وممكن تبقى المشكلة أزرف خارج الغدة، حصل سيروتوكسيكوزيس، أوزيس للسيرو اللي هو السيرويد هرمون، حصل له أوزيس. تمام. وأسباب السيروتوكسيكوزيس ممكن تبقى حاجات سيرويدال وحاجات نون سيرويدال. الحاجات السيرويدال دي ثلاثة مشاهير، اللي هو الجريفز ديزيز الموست كومن كوز، والتوكسيك مالتي نودولار جويتر، واخر حاجه خالص اللي هي الادينوما. واربعه مش مشاهير اللي هم الاسكيما كونجينيتال ماكون البرت سندروم، انفلاماتوري سيرويدايتس اللي بتمر بايرلي ستيج من الهايبر سيرويديزم، والنيوبلاستيك زي الكانسر، واخر حاجه خالص اللي هي السندروم اللي اسمه جود بوسيدو افكت. وفاهم بقولك بقى شلبيه كانت في الواحه في الثيرويد هرمون، عفوا اليود عندها قليل، فالجلاند قالت يا ربي يمكن المشكله فيا، اعمل ابر ريجوليشن للريسبتور. لا شلبيه الاسكندريه، شط اسكندريه يا شط الايودايد، الايودايد بقى كتير وفي ابر ريجوليشن للريسبتورز، فالريسبتور الكتيره دي عماله تشفط ايودين كتير، فحصل لك هايبر ثيرويديزم. ودي حاله 1% من الحالات اللي هو بتاعت السيناريو ده، هي دي بالظبط الحالات اللي بيحصل لها الجاد باسيدو افكت، انما الناس التانيين بيحصل لهم الولف كيشوف افكت، طالما الناس مش في مكان قحط لا يود فيه ولا ماء. ماشي. نخش بعد كده على النون ثايرويد، قسمناهم اتنينات، اتنين اكتوبيك زي الشتروما اوف رياي، وزي البارا مالجنانت هايبر ثايرويديزم. كيف هايبر ثايرويديزم راح تطلع تحت النون ثايرويد كوز؟ ايوه، وانا عندي حاجه نون ثايرويد بدات تطلع التي اس اتش، فالتي اس اتش راح كبر لي الجلاند وخلاها تطلع هرموناتها، ولكن التي اس اتش او عفوا الثيرويد جلاند هنا رائعه 100% زي فراخ الجمعيه، ليست متهمه في زياده افراز الثيرويد هرمون، بل في حاجه اجبرتها انها تطلع ثيرويد هرمون كتيره. عشان كده في نون ثيرويد كوز عمل لي هايبر ثيرويديزم وخلى الثيرويد جلاند اشتبه بيها كمتهم. طيب اتنين ادويه فاكتيشيس، انت عمال تاخد ثيروكسين كتير، وتاني حاجه اللي هو الاميرودارون. اخر اتنين الهيومن كوريونيك جونادوتروفين اللي تي اس اتش لايك اكشن، زي الفيديكولار او الهيداتي فورم مول، وزي ترانزيانت هايبر ثيرويديزم. برضه هايبر ثيرويديزم يا دكتور ولان ثيرويد؟ ايوه يا حبيبي، هنا هايبر ثيرويديزم الغده كبرت نتيجه ان الاتش سي جي اجبرها انها تكبر. واخر سبب خالص بقى اللي هي السكندري والتيرشري هايبر ثيرويديزم برضه، خلاص بقى انا شرحتها كتير. تمام. الاسباب دي عملت لي ايه؟ قلت العيانه يبقى عندها جويتر تضخم في الثيرويد، او ما يبقاش عندها جويتر. امتى ما يبقاش عندها جويتر؟ لو حاجه مثلا زي الفاكتيشيوس عماله تاخد ثيرويد كتير من بره. طب امتى الجويتر ده يبقى ملتهب، او عفوا يبقى بيوجع؟ لو في حالات الالتهابات، او في حاله ان حصل هيموريج للنديول. ماشي. الكلينيكال بيكتشر انا عايز منها ايه؟ عايز ان العيانه عندها لوس اوف ويت، وعايز ان العيانه الجلد بتاعها سخن، وعايز ان العيانه هيت انتوليرانس، وعايز ان العيانه عندها مشاكل في السي في اس ومشاكل في السي ان اس. ليه؟ نتيجه لزياده السمباثيك ونتيجه لزياده الميتابوليزم. ده ملخص سريع للفيديو الاولاني للهايبر ثيرويديزم. الفيديو الثاني ان شاء الله هنتكلم فيه على الجريفز ديزيز، والفيديو الثالث باذن الله هنتكلم فيه على تريتمنت اوف ثيروتوكسيكوزيس والثيرويدوسكور. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وكنتم دمتم سالمين وبخير وبالتوفيق ان شاء الله. ومعلش كده بنسخن، على ما باذن الله نبدا نرجع تاني نمشي برتم اسرع واسرع. وبالتوفيق ليكم ان شاء الله ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.